بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ جميعا الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. Yeah.
وما عند الله خير للأبرار. لا Yeah.
تفلحون.
وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وآتوا اليتامى
لا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فإن
صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء
فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في نور القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا وعلى ما سامع حضراتكم. قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ في الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية القارئ والمقيم بمركز ومدينة سلسل الوالي. وكان معكم بتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى الهندسة الصوتية وأنارة كهربائية إدارة الحاج عاشور عبد الحميد المقيم بالجيش، السادة المعزين قبول الأعزاء أجمعين.